ولمناقشة قضية إدارة أو مطار النجف والموارد المالية المهدورة هناك من غير محاسبة ولا رقابة، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير. أهلا بكم. منذ تأسيسه ومطار النجف تختلفه علامات استفهام كبيرة، أهمها سؤال أين تذهب ملايين الدولارات التي يدرها سنويا، ولماذا هذا الغموض وعدم الشفافية في إدارة المطار وموارده المالية؟ نعم، طبعا مطار النجف ومنذ افتتاحه سنة 2008 تحول إلى ساحة من الصراعات السياسية والتدخلات الخارجية، طبعا كما تحول إلى مرتع لتموين الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية اللي تتقاسم واردات المطار. المطار انشئ على قاعدة جوية عسكرية طبعا سابقة هذه، ويبلغ متوسط الرحلات من وإلى المطار يوميا تقريبا نحو 20 رحلة، تتضاعف هذه أوقات الزيارات لتصل يعني نحو من 80 إلى 100 رحلة يوميا. نعم. أكثر من 14 طائرة. طبعا بعد توسيع مساحته إلى جانب كلفته التي تمت تغطيتها من موارد تنمية الإقليم وأثيرت بشأنها ملفات فساد واضحة يعني بالمبالغ في كلفة إنشائها. مدرج المطار تمت إحالته بمبلغ يصل إلى 72 مليون دولار، بينما كانت الموجودات والأعمال والأجور بمجموعة تصل إلى 22 مليون دولار فقط. طبعا تم إنشاء قاعدة المغادرين بعقد قيمته 105 مليون دولار، فيما لا تتعدى قيمة إنجاز المشروع بعد الاكتمال والاستلام مبلغ 35 مليون دولار. واستطاع المتورطون من النفاق بفعلتهم في هذا الفساد، فيما لم يقدم آخرون إلى القضاء لينالوا جزاءهم. طبعا تغطية من قبل الأحزاب والمسؤولين الفاسدين على هؤلاء. وهناك أيضا مصادر موثوق تؤكد أن إيرادات المطار تذهب لتمويل الأحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران، ومع العلم أن إيرادات هذا المطار توازي إيرادات مطار بغداد الدولي. نعم. والأحزاب وميليشياتها تسيطر على المطار كما هو معروف، والحديث عن عدم محاسبة الفاسدين وعدم السؤال عن هذه الأموال التي ذكرتيها والأرقام سواء من بداية العمل والتأسيس في المطار إلى هذه اللحظة، هل بالإمكان حل هذه المشكلة؟ يعني مؤخرا جرى الحديث عن تقاذف الاتهامات، من المسؤول عما يجري في المطار، ولا أحد يعرف من المسؤول حتى الآن. هي أقرت بوجود عمليات فساد إداري ومالي في هذا المطار، ودائرة بلدية النجف بقيمة تقريبا الفساد بقيمة 370 مليون دولار. الشركات الأمنية العاملة في مطار النجف أيضا متورطة في تهريب العملة الصعبة والمخدرات والعملات الأجنبية، وحتى تهريب البشر، حتى عندنا تهريب البشر عبر صفقات مع عصابات متنفذة. طبعا استمرار عمليات التهريب للعملة والذهب والمخدرات وحتى البشر عبر مطار النجف يسبب فساد الشركة الأمنية المشرفة عليه، فضلا عن سوء إدارتها وقلة كفاءتها. طبعا العام الماضي سلل طفل، يمكن شفتوا الفيديو، تسوي له ساحة إقلاع الطائرة داخل المطار، وهذا خرق أمني فاضح وخطير. وايضا العام الماضي ايضا رزت الاجهزه الامنيه عصابه متهمه بالاتجار يعني عند المطار اثناء محاولتها بيع طفل. طبعا هي صفقه كانت تنتظر استكمالها عبر شبكات التهريب العامله عبر المطار والشركات الامنيه. نعم. تحالف الفتح برر ذهاب موارد المطار لجهات غير معلومه بان المطار استثماري. هل ذلك فعلا يبرر عدم علم الحكومة والبرلمان بتلك الواردات؟ أين كم هي وأين تذهب؟ نعم، طبعا عصابات ومافيات فساد من مافيات الأحزاب هي اللي سيطر على هذا المعبر، هذا مطار النجف طبعا منذ تأسيسه اليوم. وأيضا تتألف إدارة المطار من 6 أعضاء
يتساوون بالصلاحيات، وكل عضو يمثل حزب حزبا، وكلها كل هذه الأحزاب هي أحزاب دينية، وهم تابعين منهم تابعين المجلس الأعلى والمجلس الأعلى والدعوة، حزب الدعوة والتيار الصدري وحزب دولة القانون. وطبعا عمليات صرف الأموال من المقاولات كانت تتم من خلالهم، من خلال اتفاق مجلس الإدارة بالإجماع على هو مجلس الإدارة، هذول الشخوص نفسهم اللي تابعين لهذه الأحزاب، على كل خطوة يخطوها هذا المطار. ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة المطار أبرز المتورطين في قضايا الفساد تلك، وهي بالعادة يمثلون أحزابا. الضغوطات واعتبار السياسة تحولت دون تقديمهم إلى القضاء العراقي. طبعا هم كثير جنوا أرباح من هذا المطار، طبعا هذا أرباح سنوية المطار لا تقل عن 100 مليون دولار، ومثل هذا الرقم من شأنه أن ينهض بقطاعات مهمة مثل قطاعات الصحة والتعليم وجانب أخرى. نعم نعم، هذا التبرير يعني وعدم السيطرة على المطار ومراقبة حركته من ناحية أخرى كما تفضلت قبل قليل، ألا يفتح الباب أمام سؤال عن إذا ما كان المطار يستخدم لأغراض تخدم أجندات إقليمية وفي مصالح إيرانية؟ نعم نعم، طبعا الكل يعلم أنه هذا المطار تابع للميليشيات وأحزاب دينية. هذا المطار أيضا حدثت به كثير من الشغلات الغير قانونية، تهريب المخدرات العملة، وأيضا الحكومة يعني على دراية كاملة بهذا الشيء. ظاهرة الفساد برزت بشكل فعال واضح ومؤثر بالعراق، واتخذت أشكال وأنماط من ضمن هذا الشكل، تمثلت في حدة الصراعات والطموحات غير المشروعة اللي كانت موجودة لدى هؤلاء الفاسدين من الأحزاب، وشبكات تهريب الأموال تبييض وسرقة ثروات البلاد على حساب سعادتهم ورفاهيتهم، طبعا على يعني على حساب أيضا المواطن الفقير. كل هذه الأشياء على حساب، يعني أصبحت واردات البلاد المالية رهينة للفاسدين والمفسدين، وعنوان بارز للسلوك السياسي الاقتصادي والمشاريع الوهمية. يعني مو فقط المطار، كثير، هذا جزء، هذا نقطة في بحر هذا المطار من الفساد اللي حاصل في العراق كله. نعم، أشكرك الكاتبة والباحثة العراقية السيدة ثائرة أكرم، شكرا لك.